عقليتك في العالم العربي انك انت بس عايزه تمسكي بقضيه من القضايا. مشكلتك في العالم العربي ان مفيش قضيه واحده انت منفرده بيها. كونك انك انت النهارده بتسبقي الحدث وبدات تذهبي وتطرحي حلول لمشكله من المشكلات العالم العربي على غرار المشكله اليمنيه، دي سابقه مهمه جدا، خلي بالك. لان معضلات العالم العربي ان قضاياها تتحكم فيها قوه اقليميه وقوه دوليه، وشمئيد العرب منفردين حلها. صحيح. فانك انت هتمسكي المبادره وتبداي تروحي للمشكله اليمنيه وتاخدي طرفين من اهم الاطراف اللاعبه الأساسية داخل اليمن، سلطنة عمان والإمارات بتباينات معينة. تمام. في نقطة كمان جوهرية كمان، أنا ما أعتقد أن هذه الزيارة سؤال